هذا الفيديو راح يكون من الفيديوهات اللي اصلا مفروض ما اصور شي فيديو بس ولكن لازم اصور على مود الناس تاخذ فد نبذة او تاخذ فد معلومة على بزهراء شلون يسوي السكريبتس. طبعا هذا الفيديو نفس هذا التصوير هذا الفيديو صورته بذيك القناة القديمة. الناس اللي تتابعنا كانت قبل هذيك القناة القديمة تعرف انه شلون ابو زهراء يصنع سكريبتات. بس الناس الجدد اللي جات تشترك بالقناة والناس اللي تعرفت عليه بالجديد اكو شخص هم شفته بالموقع هماتين دي تصرف يعني ما اعرف اقول بس الله يسامحه ذاكر سوالف اصلا يعني اصلا ما لها داعي. لا هي حلوة بحقي ولا هي حلوة بحقه يعني. ولو هذا المقطع فيديو راح يكون على هذا الشخص ما اعرف اسمه انا صراحة وما اعرف شنو جنسيته. فلا اشوفكم هذا الفيديو واشوفكم تفاصيل كاملة عني انه شلون اسوي سكريبتس. هلا والله شباب شلونكم شو اخباركم ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله واليوم حبيت اشرح لكم الطريقة القديمة اللي كنت اشرحاني مثل ما ذكرت بداية الفيديو. قلت يا شباب راح اشوفكم طريقة تصنيع السكريبت شلون طريقة ابو زهراء. انا ما ادري انه لا انا باع انا على فكرة خلي اشرح لكم على فكرة. انا ما استخدم برنامج ولا استخدم اي برنامج بحيث يصنع لي سكريبتات اعطينيها. انا صنع تصنيع سكريبت يدوي راح اشرح لكم بالتفاصيل ونبذة بس سريعة ما راح اتفلفس بيها لانه انا ما طلعت من بطن امي قشعر. لازم اتعلم لازم ادخل للناس تعرف بهذا المجال ناس مختصة بهذا المجال على مود اخذ افكار من عندهم على مود اتعلم لانه مو عيب واحد يعلم نفسه مو عيب واحد يطور من نفسه مو عيب هذا الشيء مو عيب. على كل شخص لازم يعني لازم يتعلم. خصم الكلام ما راح اطول عليكم واتفلفس بالكلام اصلا ما له داعي. خلي اجيب لكم اني سبحان الله عندي فد مقوله بحياتي اتخذتها اني قله الكلام وكثره الفعال. شلون الله شنو حطونا لايك على هذا الكلام عمي حط لايك من الله الله يعطيكم الصحه والعافيه. طيب راح اشوفكم مكتبتي الخاصه امانه ورسوله لا عدلت ولا سويت ولا حطيت ولا جبت قبل لا عدت على المكتبه مالتي بالحاسبه بالملفات اللي ضمها مال السكريبتات والقوالب مصنعها والقوالب اللي جايبها من طريق ناس يعني مصنعين سكريبتات يعني اجانب ما اخذ من عندهم قوالب يعني قبل 5 سنوات 6 سنوات اقدر اديرها واقدر اعدل عليها واقدر اديرها على اللعبه اي لعبه كانت مو لعبه واحده اي لعبه اقدر اديرها. طيب خل اشوفكم هسه هاي المكتبه مالتي وهذا النظام اسم مالتي المكتبه كاتب عليها فلاش تيربو مثل ما تشوفون. طبعا سمعنا انا هذه المكتبه مالتي لاصنع سكريبتات لكل الالعاب. يجيني واحد يقول لي تاخذ من الموقع انا عندي قوالب لكل العاب السكريبتات اللي اصنعها اعطي اسم فولدر واخليها عندي قدامي. اكثر العاب اللي تنطلب على القناه اسوي لها فولدر واخلي السكريبتات اللي اصنعها اللي كانت بايعها واللي كانت تعديله واللي كانت انا مصنعها يعني تصنيع انا الخاص وارسلها للناس حسب الطلب مثلا او لعبه ديفجن مثلا. طبعا عندي السكريبتات اللي هنا اللي ما استخدم بالقناه انشرهم مجانيات. طيب راح اشوفكم المكتبه الخاصه بالقوالب اللي انا استخدمها واللي انا اصنعها عن طريق البرنامج اللي هو برنامج اللي هو الكترونكس ماكس. طيب المكتبه الثانيه اللي اطلع من عندها قوالب هذه هي المكتبه مسميها تجربه سيف تجريبي. هاي تشوفون هذين الفولدرات اللي امامكم حسب الطلب عندي باعوا. خل اشرح لكم التفاصيل. هنا أنا عندي تي باك قوالب شكو قالب للتي باك خاله. هذا القوالب اللي هنا هسه مثلا تي باك انا عندي كم قالب هنا أنا عندي 2 4 5 قوالب. يعني كل قالب يعطيني فتي باك غير شيء. مثلا اكو قالب يعطيك تفعيل اكو قالب ما يعطيك تفعيله فاقدر اجمع اسوي مثلا يجيني شخص يقول له بزارة مثلا نريد تي باك اريد رابت فاير اريد ام اس اس اريد مثلا فلان ميزه فلان ميزه فلان ميزه انا اقعد شو اسوي ارجع للمكتبه مالتي اللي هي خاصه بالتجريبي سيف. طيب راح اشرح له عند اشوف هذا اللي مسوي نفسه بطل ومخرب السكريبت مالتي هو داعب مالتي. انا صراحه مو ما دخلت عليه لقيته مو مالتي ولذلك هذا الفيديو راح يكون عنوان انه شلون يصنع سكريبتات ابو زهراء. طيب عندك هنا ينقز نظام اللي ار 3 مثلا ينقز شلون تريده مثلا يعني اذن اللي تشوفون الاسامي راح تضحكون عليه انه اكو فد اسامي مطيها انا اعرفها انجز انت ما تعرفها. هنا عندك مثلا الينقز مثلا يجيني واحد يقول لي مثلا اريد ابو زهراء بدال الاكس ما اريد اكس ينقز مثلا اريد دائره اريد مربع اريد شيفت او دائره. يعني هواي عندك مثلا قوالب انا مصنعها. نظام الهيد شوت مثلا عندك نظام الهيد شوت هنا عندك نظام حبس الانفاس سنايبرات هنا عندك مجموعه قوالب
القوالب لركضه تلقائي، هنا أنا عندك شوت مود اللي هو ينبطح اللاعب للاخير، هنا أنا عندك مثلا سكريبتات انا معدل عليه بس بعدني ما ناشره، هنا أنا عندك سكريبتات انا مصنعها اخذ من عنده فد ميزه، اخذ من عنده فد فكره هيك افتهم عليه، هنا أنا عندك نظام السكريبتات اللي مجمعها اللي صوب بنظام L1 R1 ماكو ناس تلعب L2 R2 وهكذا. هاي هذه مكتبه خاصه بي انا اصنع من عندها سكريبتات. طيب خلي اشرح لك شنو راح اصنع سكريبت امامكم، راح انزلها وراح افتح، ما راح اقول لكم هو هذا اول واحد اللي هو الله يهدي ان شاء الله كاتب سكريبت النصاب سيف ابو زاره، لو تدخل على السكريبت اسالكم مقارنه بنهايه الفيديو يعني. طيب هسه ايش راح نسوي؟ راح نفتح سكريبت فارغ، يعني هسه تشوفونه هذا خلي احذف هذا، هسه سكريبت فارغ. باوع باوع يا صاحبي اللي انت مسوي نفسك على بوان ابو زاره ياخذ سكريبتات من الموقع، وهذا اللي قارك طبعا ياخذ سكريبتات الموقع ويحسبها له ويبيعها للناس. طبعا اريد من عندك تركز يا غبي، انا محترماتي للناس اللي شاهدني ناس محترمه، ركز يا غبي، انت يا غبي انا اقصد هذا اللي يس ناشر سكريبتي على الموقع وكاتب نصاب وفشار وغلط داخل السكريبت، هذا امامك شنو؟ امامك ان سكريبت فارغ. اوكي فارغ، راح اشوفك شلون اصنع السكريبتات. مثلا يجيني واحد يقول لي ابو زراء اريد من عندك تصنع لي مثلا رابيد فاير او ام اس اس، راح اروح للفولدر مالتي وراح اروح اجيب مثلا من الام اس اس قوالب، عندي وايد قوالب للام اس اس، راح اختار هذا القالب، هذا القالب يعطيني ام اس اس مثل ما تشوفونه، طبعا هذا القالب يشتغل ام اس اس، هذا القالب شنو؟ ام اس اس. ايش راح اسوي؟ راح اخذ هذا النص اللي ظللته كوبي، راح اروح لفتحت السكريبت فارغ، راح ادوس له بيست لصق هنا أنا. اوكي راح اعوف هذا من، راح اعوف هذا الفوق وراح افتح منه انا من جوا. اوكي هنا هذا الفراغ اللي انا خاله، انزل هاي مسافه، انزل هاي الاخير، هاي ما يصير تندمج هنا أنا. راح الغي نظام الام اس اس واضح، راح اروح اجيب مثلا 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 هروح ارجع مره ثانيه للتجريبي مال سيف، شو اجيب؟ اجيب مثلا اجيب ثبات، عندك هواي قوالب للثبات، مثلا انا راح اجيب ثبات التحكم، خلينا نشوف هذا القالب، مثلا جبت هذا القالب مال التحكم، هذا القوالب يا حبيبي يا تاج راس او الناس اللي تشاهدني، هاي القوالب انا مسويها، يعني انا مسويها وخازنها على مود اجيب كل قالب قالب اصنعها. طيب ايش راح اسوي؟ راح انزل من الاخير واسوي نسخ او نسخ لهذا القالب اللي انا مصنعه، اوكي بهالشكل هذا، لا خلي اسوي عدل، ارجع مره ثانيه، اوكي انا مود نجيب بصوره صحيحه، اللي جاي اللي جاي اوكي نسوي له كوبي، نرجع للسكريبت الفاضي ونسوي له هنا أنا. اوكي ونسوي له بيست ونرجع مره ثانيه ناخذ هذا النص على مود نشمره نخليه فوق، هذا ما يصير جوا القالب، هذا مثل ما تشوفون نصعد فوق مره ثانيه يم اخوات، هذا النص تشوفون هذا النص، هذا النص ما يصير ينزل جوا لان هذا النص معتمد اول واحد بالسكريبت فوق، فاحنا شو نسوي؟ هذا نظام الام اس اس هو 20 على 20 فنقدر مثلا نتحكم به، نخلي مثلا 15 على 15 لان هو هذا يشتغل على شنو؟ ار اكس ار واي. راح ننزل هنا هسه نجيب هنا نلصق هذا النص مال الام اس اس الثاني، هذه هي قوه سوينا احنا، هذه هي قوه الثبات، هذا الثبات شنو يعطيك؟ اول ما تدوس L2 R2 راح يطلع لك ثبات قيمته 20 ويا الام اس اس اللي ضفناه. فايش راح نسوي هسه وياكم؟ هسه راح نجيب وياكم قطعه اللي هي كرونكس ماكس، انا رابط بهالشكل هذا باعوا له، رابط هالشكل هذا السلك كله طبعا وياها مثل ما تشوفون، طبعا ماكو شيء، هذا السلك مثل ما تشوفون هذا السلك، انا عندي هذه هاي الطريقه اللي اصنع بها السكريبتات، هذا واير واحد طبعا الكترونكس زين هنا حاطه ما استخدمها، وعندي يده كنترولر، هذه يده الكنترولر هذه يده على البلاي ستيشن 5 تشتغل وعلى البلاي ستيشن 4، اشكل بهالشكل هذا، اوكي خل اشوفكم هذه نبذه بسيطه، طبعا هذا شكلناه بهالشكل هذا، باعوا له شكلت القطعه بهالشكل هذا، ايش راح اسوي؟ هذا السلك عندنا هذا السلك هنا انا ما اقدر اطلعكم، هذا السلك هذا مربوط بالحاسبه او الديسكتوب جوا، راح ايش اسوي؟ راح احف اليده مثل ما تشوفوا، راح احف اليده على جانب، وهذه القطعه ما راح اشكلها بالبلاي ستيشن، طبعا هاي ما راح اشكلها بالبلاي ستيشن، هاي البرمجه اللي هسه سويتها امامكم ما راح اشكلها بالبلاي ستيشن، راح اجربها داخل الحاسبه او الديسكتوب، راح اربط هسه السلك وياكم، اوكي ربط السلك بدون ما اربطها على البلاي ستيشن على اي جهاز تخليها، بدون ما تربط بدون ما تربط، هسه عندنا اليد اشتغلت مثل ما تشوفون، اليد عندنا اشتغلت فنقدر هسه نتحكم بها داخل الحاسبه اوكي او الديسكتوب. هسه ايش سوينا احنا؟ ربطنا الكترونكس على الحاسبه اللي هي واير التعريف بصفحه الجنب وربطنا اليد، فايش راح نسوي؟ راح ندوس على كلمه بلاي،
اذا اشتغل ويانا السكريبت بهالشكل هذا فاوكي مرنا كلها بالسليم شغاله، يعني انت جمعت سكريبت قوالب جمعتها اوكي وبيها اشتغلن كل اشتغل. هسه متجي انت تدوس هسه مثل ما تشوفون طبعا انا راح ادوس L2 وحدها L2 وحدها اشتغل عندي الام اس اس تخرج عندي شنو هذا تصنيع السكريبت يا حبيبي، هذا تصنيع السكريبت. طبعا انا عندي اليد هاي متباوقه، عندي اليد ولا حالها باعوا منها شويه اضغطها، هذه متباوقه شويه قاعد تقرا التبوق باعوها شلون. هسه بنضغط على هذا الجير، هذا الجير شوي عاطل، اضغط على الجير صفر عندي هذا اللي هو السهم اللي واقف عليه مال الماوس. هسه مثل ما تشوفون طبعا انا هسه مخرج عندي شنو ام اس اس، من ادوس L2 R2 شوف نظام اللي الار واي هنا، هذا ار واي شوفوه هسه دي يقرخ 15 هزه دي يجي دي هز، بس من ادوس وياها L2 R2 دي راح شنو حيرمش بلون اخضر سريع، هذا قام شنو يعطينا الثبات. هسه مثلا اقدر ازيد على الثبات وانقص ويا ضغطه L2 باستمرار، وهنا السهم فوق، هنا السهم فوق ازيد اشوف ايش قاعد ازيد. هسه دا ازيد انا ويا ضغطه L2 باستمرار، L2 سهم فوق قطع زيدنا هواي طبعا. هسه راح ندوس L2 R2 مثل ما تشوفون صعد عندنا صار 58 صار عندي ثبات ويا الام اس اس. طيب يجيني بعد واحد نفس هذا اللي طلب من عندي مثلا ثبات وام اس اس، يقول لي ابو زهراء خلينا نلغي هاي، يقول لي ابو زهراء مثلا جيب لي غير مثلا ده يقول لي خل اروح للهاي يعني نفكر شنو نجيب بعد. مثلا قال لي اريد انبوتس مثلا، ها صارت قدام الانبوتس، ادخل لخانه الانبوتس ايش قد عندي قوالب للانبوتس، راح اخذ ذني اول ثلاثه وراح اسوي لهم اوبن واجيبهم. عندي قوالب ذني انا مصنعهم من قبل، هذني قوالب، هذا هسه حركة الانبوت. اجي مثلا اجرب الانبوت هسه مشكله، اجرب الانبوت هذا عند دمجه هناك ويا ذاك السكريبت، من ادوس L2 هسه بعد يخرج يخرج الانبوت بس بالL2 انا شريدها اريدها L2 R2 مو بس بالL2. مثلا شو اسوي، ما تعب نفسي اني انا اقدر اعدل عليه هذا واقدر اخلي لكم اياه يرمي بL2 R2 لان هذا رقم 7، بروح اشرح لكم هم ماتين اكو ان شاء الله ثانيه هم تفيدكم معلومه. طيب خلينا ننزل هذا حشرح لكم على رقم 7، هاي الارقام مال السكريبتات. هنا انا اجي انا شو مسوي، حافظ من سكريبتات مال اجانب، شلون اعرف مثلا L2 والR2 تجيب ارقام، ما تجي مثلا هسه R2 رقمها ايش قد، رقمها 4 مثلا، عندك L2 ايش قد رقمها، ركز وياها رقمها 7. من تروح للنظام الانبوت اللي جبناه ايش قد رقمه، هذا رقمه 7 ويا ما يوصل لحد 90. يعني انت عندك بالشيفت، شيفت عندك هذه ضغطه، هذه ضغطه مثلا، شوف طلع اشوف لك اياها، هذه ضغطه، هذه كلها نسب، يعني اللي جاي نسبه، اللي جاي نسبه للاخير نسبه، تعرفون شلون، فنسبتها ايش قد توصل ضغطه كامله الزر يوصل 90، يلا انت ضاغط اللي هو 7 جيت، قلنا 7 جيت خلينا نشوفها وياكم، اللي هي 7 تجيك L2 واضح، والR2 هي رقم 4 مثلا، خليها رقم 4 اللي هو R2، رحنا رقم 7 نخلي مثلا رقم 4، وتقدر مثلا تحذفه تكتب مثلا بي سي سلاش مثل هاي بي سي، لا خليها اكتب 4 سلاش، انا اسميها سلاش مثلا، اكتب هسه هذا هنا لازم اعطي زر، اكتب مثلا R2 نخليه نظام R2 مثل ما تشوفوا شلون انقلبت لون زرقي، هاي معناته انت منطقتها بحرف اعطيتها بضغطه الزر الحقيقي اللي مرسوم داخل اليد، احنا اعطيناها هسه شنو R2. هسه من نجي نسوي على هذا الانبوت بلاي خلينا نشغل السكريبت، هسه صار بيمن، صار بالL2 وقفت، تشوفوها الL2 هاي، ما عليكم بهذا الY هاي اليد متباوقه، هاي احنا بالبدايه شنو خلينا شان خلينا بالL2. هسه احنا شلنا نظام الL2 خليناه L2 R2 مثل ما تشوفون L2 R2 راح يبدي يخرج عندنا الانبوت مثل ما نشوف، صارت L2 R2 يبدي يرمش. طبعا عندي اليد حتى هذه عاطله، شوف ايش قاعد تضغط، 94 لازم تضغط اكثر، 92 فوق لازم تضغط اكثر على مود توصل حد 100 تقرا اللي هي النظام الانبوت. هسه احنا جبناه بنظام L2 R2، ايش راح اسوي هسه؟ راح اسوي له نسخ هذا النص، اوكي راح اسوي له نسخ لهنا فقط، بس هذا اللي هنا، واروح للسكريبت الفارغ اللي صنعنا به بس الام اس اس والثبات، راح نخليه مثلا اخر شيء مثلا هنا نفتح صفحه ثانيه، نسوي هاي الحركتين، اوكي نسوي له هيك، نسوي فرز للسكريبت ونسوي بيست هنا، اوكي هسه ايش بقى عندنا، بقى الهولد اللي يلزم واللي فوق، فنروح للسكريبت مالتنا
اوكي هاي اذا راح ناخذ هذا الناس هذا الفك ولا شايف النظام هذا شنو النظام هذا نظام من انت تضغط وتحل تضغط وتفك طبعا انا احكي لك بلغتنا العراقيه طيب بس نسوي له كوبي هنا نرجع للسكت مالنا ونخليه اتعلموا يا شباب هذا الناس هذا النص ما يقبل بالاسفل لازم كله بالبدايه طيب ايش راح نسوي راح نفتح صفحه ثانيه جوا هنا نفتح صفحه ثانيه ونسوي له بيست هسه شنو صار عندنا صار عندنا نظام الانبوت نظام الانبوت نقدر مثلا نصفر هاي نسويها صفر هنا نخليها مثلا 100 على سبيل المثال نخلي 100 ندوس بلاي اذا صار خطا يجينا خط لون احمر واذا اشتغل على طول معناته توافق هذا الانبوت ويا هذا النص القوالب اللي جبتها من ويا الام اس اس والثبات بلاي اشتغل ويانا صوره صحيحه ما حصلنا اي مشاكل طيب هسه ايش عندنا عندنا نظام ال2 ار2 صار عندنا ثبات وصار عندنا الانبوت مثل ما تشوفون طبعا صار عندنا انبوت وثبات هذه الطريقه اللي يصنع بها السكريبتات او زهره من رابع مستحيل اروح اجيب سكريبت من الموقع وانا كل شيء ما اعرف عنه واشرح بالبلنه شلون فهمني اذا انا جبت سكريبت من الموقع وجيت داشر عليه بالقناه شلون انا اشرح لك عليه وانا ما فاهم عليه ما مستدركه ما عندي معلومه عنه ما عندي خلفيه عنه عم بشرح لك عليه يعني انت فكر يا صاحبي من انت تنشر مقطع فيديو على وزاره هذا دلائله هذا شغله هذا شغله تجي تتعلمه تعلمه بس انا ما انطي شغلي ما انطي قوالبي ما انطيها قوالب اللي هو ثبات الانبوت دريب شوت اون شوت هواي عندي قوالب اقدر اصنع سكريبت هسه اقدر وياك بنص ساعه اصنع لك اكبر سكريبت تريده على اي اكبر لعبه بس صراحه انا من اروح انا الموقع يرادي ابحث يراد انه اتقن الشغل وراد اعرف الميزه اكو تفعيلات ما يكتبوا لك يا داخل السكريبت ما يكتبوها لو مثلا اكو فد مشكله بالسكريبت وينشروا لك يا انه تعدل عليه اكو فد مثلا ناس تريد مثلا تشير السكريبت على مدن الناس اللي صاحبين خبره انه يضيفونهم فد ميزه معينه واضح هسه احنا ايش حطينا نظام الانبوت وحطينا الثبات وحطينا الام اس اس هنا هذا نظام الام هذا نظام اللي اشتغله اني لا تجي وتجيب سكريبت مو مالتي وتحسبه على بزارة وتقول هو هذا بزارة هذا تصنيعته للسكريبت وقاعد يتفلفس ويسحب سكريبتات الموقع خلا اشوفكم السكريبت اللي هو ناشره خلا شوف انا ليش طلعت من هاي صفحه خلا اشوفكم اللي هو السكريبت وهذا الناشر الله يهديه ما اريد اقول بس شيء بس راح اطلع كل السكريبتات مال ردت وانتم قارن نفسكم هذا السكريبت اللي هو ناشره نفس اللي عندي خلا اشوفكم راح اسوي له تحميل من هنا خلي حمله هذا السكريبت شوف ايش كاتب عليه سكريبت النصاب سيف ابو زهراء سكريبت ردت سكريبت هنا انا كاتب جوا السكريبت مثل ما تشوفون انا سكريبت النصاب سيف ابو زهراء المجاني للجميع شوف طبعا اذا هو ماخذه من عندي ليش قاعد تخربط على السكريبت ونشر للناس لان اكو اصدقاء مثلا انا الناس تجيني تقول ابو زهراء احنا نحب محتواك انا عن نفسي ما العب هاللعبه بس عندي اصدقاء يلعبون هاللعبه فراح اشتري من عندك ونشرها لاصدقائي ماكو مشكله اقول يا صاحبي انت اشتريت بفلوسك اساس شيله مسحه عشان انه ما اعرف انت وين ما تيد حطه بس لا تنشر الناس ما تعرفهم لانه راح ينشر السكريبت وانا هذا رزقي طيب خل اشوفكم الهرجه اللي مسويها بالسكريبت هذا اللي ما اعرفه مين جايبه وحاسبه عليه ما ادري والله صراحه لا وكاتب تواصل معي عبر الواتساب محاذفه ما ادري ايش حاطنا بيع السكريبتات المجانيه ونسبها لها النصاب عينك عينك وانا السكريبت لعبه رديت والله مع الاسف والله العلي العظيم ما اعرف هذا شنو هسه قارن هذا السكريبت حفظوه وياي يا شباب حفظوه وياي هسه عوف خليني ارجع من البدايه اوكي راح اجيب كل السكريبتات مال الردت اللي انا مصنعها طبعا هاي المكتبه راح افتر بيها قدامكم وتشوفون مكتبتي اللي هي خاصه هذه مو هذه خلينا نطلع اللي جاي وين مالتي المكتبه فلاش تيربو السكريبتات ردت طيب هنا عندي سكريبت الهيد شوت هنا عندي التجربه هنا حسب الطلب الناس اللي تيجي حسب الطلب هنا عندي كل القوالب كل قالب يشتغل واحد عندي صحه مثلا بتفعيله وغير تفعيله عندي الليفت اللي لاعب يجي يفتر يمنى ويسره عندي المشروبات عندي هنا الليفت بدون تفعيل هنا عندي ثلاث مشاريب يشربها بان واحد مسوي راح اشوفكم السكريبتات اللي انا دابيها بالوقت الحالي هن ذني السكريبتات واحد راح يكون جار تطوير عليه والثاني راح يكون ثابت هذا هو اخر سكريبت ثابت بايعه وهذا نظام ال1 ار1 هذين السكريبتات اللي انا جايبها بالوقت الحالي طيب اريد من عندكم انه انتم تحفظون اماكن القوالب او اسم السكريبت وتقارنوه بالسكريبت مالت هذا الوليد الله يعطيه الصحه والعافيه مره ما راح ادع عليك ولا راح اطلع عني نصاب بس راح اثبت لك دلائل
هذا السكريبت مالته على استناد هو مالتي وناشره وهذا الشخص نصاب ومهم هو معدل عليه وما اعرف ما والله ما اعرف من جابه يا شباب والله ما اعرف. طيب هذا السكريبت اول واحد مالتي اقروا وياي وباو على انا راح ان شاء الله بالمونتاج راح ازوم لكم على البكان السكريبت مالتي هذا السكريبتي واضح يا شباب قارن. طبعا هو هذا النص اللي هو ذاكره هذا النص اللي جاء على السناد هو الذاكره انه هو هذا مالته هو هذا وعلى السناد ويا هذا النص ما اعرف يعني حتى مو مالتي باعوا له يا شباب هذا مو مالتي. طيب باعوا اتقنوا بالسكريبت شوفوا نفس المواصفات اللي انا اللي هو جايبها وناس بالي السكريبت يقول هذا نصاب نفسه هذا بس شوفوا لي نفسه هذا صار السكريبت امامكم هذا السكريبت كل امامكم بس حفظوا لي اماكن السكريبت هذا اول واحد وهذا السكريبت مالته باعوا له شوف هذا نفس السكريبت اذا نفس السكريبت قسما بذات الله اذني ثلاث سكريبتات اذني هن مو رزق اذني لان اربع سكريبتات مو ثلاث اربعتين انزلن بالقناه وخلي الناس تاخذن اذا هذا السكريبت مالتي وواحد يجيني من التعليقات او واحد يجيني نانا على القناه يقلب زرع هذا بقى هذا السكريبت مالته هذا السكريبت يشوفها مثلا يقول لي هذا 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 قسما بذات الله اربع سكريبتات اذني ما ردت انزل اليها مجانا وكل نخلي حمل وكل الناس خاتحملها. طيب هسه هذا السكرت مالته خلينا نرجع له بس شوفوا لي نفس السكرت مالتي هذا شوفوا هذا اول واحد لسه شرحت عليه هذا نفسه امانه مو نفسه باعوله حتى نظام الهيد شوت طبعا هو ما يفتهم هذا نظام الهيد شوت هو هذا بي نفس الفكره مال الهيد شوتات ب ثلاثه انا عندي اربع هيد شوتات مو ثلاثه اذا انا جايبه نفس الموقع وركزوا وياي يعني هذا نظام الهيد شوت ببرمجه انه بوقت واصلا ما فاهمه حتى هذا ما فاهم ليش اشرح له اخليه امتع باللي هو يجيبه. طيب شوف هذا نفس السكريبت مالتي اتحدى اي شخص يقول لي يا ابو زهره هذا السكريبت الثاني شوفوا بعد ترتيب اللي مرتبه انا بعد تفعيلات شوف التفعيلات مالتي شوف السكريبت نفسه هذا نفسه قلت لكم والله انزل لكم اياه بالموقع شوف السكريبت اللي بالبدايه اللي هو قايل هذا السكريبت مال ابو زهره شوف نظام الهيد شوت هذا نظام الهيد شوت مالتي باعوا له حتى انا مطلد لون اخضر لون ازرق ولون اسود شوف نظام الهيد شوت هذا نظام الهيد شوت ركزوا لي عليه شوفوا لي الارقام شوفوا لي ذني الحركات اللي انا مسويها وهو هذا السكرت مالته اوكي شوف نظام الهيد شوت مالته هذا يشبهه عليكم الله هذا يشبهه نظام هذني هيد شوتات وهذا الهيد شوتات مالاتي وين راح مالاتي خلاص علي فوق شويه لا بالثاني هذا الهيد شوت مالتي شوف هذا نفس الهيد شوت بالله عليكم هذا جايبه من الموقع ناشراني وهذا السكريبت الثالث قبل الاخير مالتي شوفوا هذا السكريبت مالتي يعني والله ما اعرف يعني ايش ناس حسبي الله ونعم الوكيل شوفوا نفسه هذا نفس اللي هو ناشره بالموقع نفس اللي هو شوف هذا نظام الهيد شوت مالته بعد المشروبات هاي المشروبات الثلاثيه اللي قلت لكم على القوالب اللي شفتكم هناك هذا منها اللي جاي قالب هذا وحد الشغله هسه مثلا نسوي له نسخ اوكي وافتح نيو وراح اشوفكم شغلي زين انا اذا انا جايب من موقع اقدر اسوي هاي الحركه شوف بلاي اشتغل السكريبت هذا من تضغط تاتش يشربك مشروب بعد كم زر يضغط بعد من عدس تاتش بس تاتش بعد شوف كم مشروب يشربني زين اذن القوالب انا ضايفهم بالسكريبت عندي شلون الموقع شلون شيء يصفط قوالب يعني السكريبت جوا قالب جوا قالب قالب جوا قالب شلون ما اصلا الموقع راح يقول لك هاي شنو هالبرمجه الجديده اللي وصلنا ايدي يسويها بزهراء يعني فد والله عجب امانه شوف هذا السكريبت الثاني باعوا هذا انتوا لو تقارنون باعوا هسه باعوا خلينا نقارن هو والكتابه خلينا نقارن اكو شغله ثانيه حشوفكم اياها شوف ايش قد نهايه السكريبت 410 بدون خلي بدون نظام اللي مثلا تحسب من 68 هم مقارنه لانه هاي الكتابه اللي هو مزيد هواي كتابات وهواي من الفراغات شوف هواي من الفراغات فراح يصير عدد اكثر يعني والله العظيم انا بالله العظيم ما ادري ايش اقول لهذا الشخص بس راح اقول له الله يهديك ان شاء الله وتعرف شغلة بزهراء هذا اني السكرتات ما ردت يا صاحبي او هو كده يتابعني على القناه ما طول انه عارف اسمي سيف بزهراء شلون عرفه ثاني ما اعرف الموقع مو اعرف ذيك المعرفه على كم ادمن معروف فيه يعني انا معروف هناك على كم ادمن مو كل الناس كل الاعضاء تعرفني
بس الادمنية بالموقع يعرفوني. هذا شو هذين السكربتات يا صاحبي يا الله يهديك ان شاء الله، هذين قوالب مال الصحة، هذا قالب الثاني من انا اللي جاي قالب مال الديد اي، انت الفهيم مستدرك تعرف شنو نظام الديد اي، وهذا نظام من انا من هذه الفصلة اللي جاي، هذا نظام اللي يسوي الحركة يمين يسار يمين يسار وبالام. هنا أنا عندك شنو بالله بعد؟ عندك هنا أنا نظام الامسس تاني خالة تفعيل، طبعا هذا نظام الامسس هذا هنا أنا خالة نظام تفعيل. خلص هذين كل السكربتات اللي عندي. اذا واحد حتى لو واحد مثلا ما له بس مجرد يتفرج على هذا الفيديو ويجيب لي مثلا يجيب لي فصورة او مقطع في فيديو يقول لي وزارة باو هذا النص مالته مال هذا الوليد اللي ناشر السكربته ويحسب عليك، هذا واحد من السكربتاتك موجود. طبعا البرمجة تكون كل برمجة كلهن تقريبا شو يعني تصير شو متشابهة، يعني دارات مشابهة البرمجة. طيب يا شباب هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، حلو من عرفتكم انه شلون اصنع السكربتات، بس مو حلو انه انا اضم عليكم اجيب سكربتات من موقع وبيعها وانسبها لي، هذا الشيء ما حلو. بس الشيء الحلو انا شوفتكم بعينكم انه انا شلون اصنع السكربتات، شلون اتابع عليها، شلون ابرمجها، شلون اديرها. طيب هاي بشهادة طفت الكهرباء. اتمنى من عندكم انه اذا ما كنت مشترك بالقناه فاشترك، فعل جرس التنبيهات، خلي لايك لهذا الفيديو، ونشوفكم على خير، ونشوفكم ان شاء الله مقطع فيديو جاي جديد، ونقول لكم يا شباب في امان الله.